إله الشام فزع فزع يا شام. لا شوفي بشير شوفي على أدي عصام عليك. لك بين مين ومين فهمت؟ أهدى شوي أهدى. الفرنساوي هجم على جماعة الكتلة الوطنية اللي جايين يشاركوا بحفل تعبين هنانو. يا لطيف روح خبر الأبيض. يا رجال يا رجال جمعوا هاكم خلينا نروح نساعد جماعة الكتلة الوطنية. يلا يا رجال يلا يا رجال. وين أبي؟ ليكو جوا شوفي عصام. يا أبي شو بقى؟ الآن بالشام بين الكتلة والفرنساوي وأهل الحارة هلا ناسي على الشام. شو الحكي؟ يلا 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 من عمي ديروا بالكم الله يقويكم. يا محتل برا برا يا محتل برا برا اطلع من هالأرض الحرة اطلع من هالأرض الحرة يا محتل اطلع اطلع يا محتل اطلع اطلع أرض الشام ما بتنباع أرض الشام ما بتنباع يا محتل اطلع اطلع يا محتل اطلع اطلع أرض الشام ما بتنباع أرض الشام ما بتنباع يا محتل برا برا يا محتل برا برا حارتي. كل حارات الشام نزلي عيب علينا نترك اهل بلدنا لحالهم بهالبعبعه هي. قولوا الله يا شاه يا مستعمر برا برا يا مستعمر برا برا ارحل على هالارض الحره ارحل على هالارض الحره يا مستعمر برا برا يا مستعمر برا برا يا سيدي هالحارات طايشين وطالع خلوق كله هاي شو بدك ريس؟ هل شو بدهم ينزلوا على جامعه دمشق يطلعوا مظاهره من هنيك؟ شو سيدي؟ يا سيدي ما عندي عناصر وقفوا بشون انا. طيب حاضر سيدي على عرسي احترامي الله معكم سيدي. اسكم وزع لي عناصر الحراسه حوالين المخفر ما بدي الطير يوصل لعندي شو فهمت مني؟ انه الطير ما يصل لعندك تحرك. حاضر تحرك يا ابني. ناديه ناديه لا تخافي شوكت طول عمره هيك. انا خايفه لاني بعرف العسكر الفرنساوي ممكن يضرب. ابو عصام بيعرف انه بيضربوا الشام كلها نزلت. بدك ابو عصام يقعد مثل الحريم بالبيت؟ وليش نحن ما نطلع يا مو؟ ليش الرجال بس هن اللي يطلعوا؟ شو نحن ما لنا حصه بالشام؟ انا رح افتح الباب. يلا يلا مين؟ انا افتحي. اهلا وسهلا تفضل. سعاد هون؟ اي اي جوا. شو بدنا نضل قاعدين هيك بالبيوت؟ الرجال كلها نزلت ونسوان العمارة نزلت ونسوان الميدان كمان كلها نزلت ونحن شو قاعدين عم نعمل ببيوتنا؟ شو يا سعاد خانو؟ الرجال مو أحسن منا. نحن نسوان الشام على سن ورمح. ايه ولك أختي البلد لازم الكل يوقف معه رجالة ونسوانة وحتى أولادها. سبقونا أنتو وأنا ودلال لاحقينكم. خيرية ضلي مع نادية. يلا يا مو دلال يلا. أنا سيدي أنا جيب نادية مرت شوكت لناديلي من بيتها على المخفر. يا سيدي والله أهل الحارة يعني هاي كبيرة كتير. حاضر سيدي حاضر سيدي تبر سيدي احترامي. لحما ضربها الكومندان يخرب بيته. لك شلون تجيب حد من بيت جوز على المخفر؟ لك وقف قال شو؟ قال بينقلني برات الشام يلعن أبو هاللقمة مغمسة بالدم. الله الله يشدني من هالليلة. مين؟ أنا أبو جودات يا أختي. شو بدك أبو جودات؟ ما في رجال بالبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعرف ما في رجال يا اختي. وما زالك بتعرف ما في رجال. ليش جاي لهون يا علي من ناموس والشرف؟ ايه؟ ليش هون حكي هلا؟ وشلون بدك يعني يحكي معك؟ يلا نلع من هون احسن ما تشوف شيء ما بيسرك ها؟ لك ما قلت لك انه ما في رجال بالبيت؟ ليش عم تدق علي هون يا علي الشرف والناموس؟ شو بدك لك حيوان انت علي الشرف ولك؟ يا خرب بيتك يا عم سلامتك. الله محيي البطن يلي حملك يا ابو بدر. أنا بتضربني يا علي الحياة يا وطني.
ليك شو بدي اسمع صوته لعندي من هلا الصبح ما بدك تقول هالله الله يرضى عليك جميعا الكل على بيته ما حدا يطلع من البيت يلا واضح قول والله حدا يرجع يا رجال ليطلع ابو بدر من الحبس بغيابكن اجوا رجال الكراكون واخدوه يلي عملتوه انتو بيرفع الراس واللي عملو ابو بدر بيرفع الراس اكتر عيب عليكن حريمكن كشفت عن وشها ابو بدر ابن اصل وانتو اهله ورجونا فعايلكن يا رجال طول بالك عصام طول بالك خليني اوضح لك الصوره اكيد فما غلط يا قليل الشرف عم تفوت على بيت ما فيه رجال الله وكيلك يا سيد عصام ما بعرف انه ما في حدا كذاب انت رايح على البيت وبتعرف انه ما فيه رجال لك والله لا شم من دبك سيد عصام الله يسامحك الله وكيلك فما غلط انت جودات حاجه حكي حرك طالعوا لابو بدر وانت حسابك بعدين ترجع يا ابو حاتم تكري لا يا ابو شوكه عم تسحب جبريتك علي الله يسامحك الله يسامحك وهيك أبي لك تكلي يا أبي مالك شايف شو عم يعمل أبي ضبط وطلع بدر يلا يلا على راسي يا أبو عصام تنتبه أحدك عم يا أبو عصام عم يا أبو حاتم الفرنساوي فايت عم يفتش حارات الشام حارة حارة أكل الله روح طالع يلا يلا حاضر حاضر وصل عم بدر بيدك على البيت يلا بسرعة وصل عم بدر مطلوب ابو عصام لعينيك من أعضاء كتلة وطنية وانت بتعرف شو عملت اليوم من فوضى أبو عصام تفضل معنا انت مالك حكم علي انت بدك تسلمني شباب المطلوبين انسى رح يصير في دم أبو عصام رح يصير في دم احنا ما بدنا دم
عملتك هاي لك بدر ما بيعملها الا واحد من بلده اصيل رجال من ظهر رجال. الله يخلي لياك يا وعصام، والله انا ما عملت غير واجبي، ما بدي اشكر على واجب. نحن مو جايين نشكرك عمي، نحن جايين نطمن عليك بس. لك بري عليك يا بدر، انت اللي عملته رح تضل حارة تحكي فيه طالما في ناس عايشه. والله ما عملت غير واجبي يا جماعه. كتر خيرك يا بدر، انت حميت شرفنا وعرضنا. ايه ليش هيك عم تضحكوني يا الحارتي؟ ليش عم تحسسوني اني غريب عنكم؟ الله يسامحك يا ابو عصام، الله يسامحك، كل عمرك هيك بتعاملني. ولو لك ابو بدر والله ما بشي من الواجبه. الله يخليك يا ابو عصام، انا ابن هاي الحاره، انا ولدت تربيت فيها، وشرفها من شرفي وعرضها من عرضي. الله يوفقك يا ابو عصام، اذا بتعزي والي مكاني عندك ارجع بصياتك. يا أهل المروة والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا.